السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول محاضرة من محاضرات التكامل. طبعا المفروض أن لما أبدأ بالتكامل بنبدأ بالمعنى الهندسي للتكامل وريمان سميشنز أو تجميعات ريمان، بس ده ممكن ناخد لها يعني حلقة تانية كده نبقى نشرحها فيها. نبدأ في التكامل على طول اللي هو بداية من الأنتي ديريفتيفز أو عكس الاشتقاق. يعني إحنا عارفين إن التكامل هو علاقة عكسية أو سوري أو هو عكس الاشتقاق. يعني لما أقول لو أنا عندي الواي بيساوي إكس، كنت باجي أقول إن الدي واي باي دي إكس بيساوي واحد. لا، هنا لما أجي بقى دلوقتي هعكس، أقول يبقى تكامل الواحد ده بالنسبة لإكس عبارة عن إكس. بس أنت لو حطيت إكس دي زائد مثلا 5 برضه هتلاقي ان الناتج 1. لو حطيت دي اكس ناقص 3 هتلاقي ان ناتج التفاضل ده بواحد. الله، يبقى هنا تكامل الواحد بالنسبه لاكس اكس زائد السي. يبقى هو التكامل هو عمليه عكسيه للاشتقاق. طبعا احنا مش هنفضل ماشيين الكلام ده طول المنهج اللي احنا بنعكس في الاشتقاق، لا، احنا هناخد المعكوس في الاول ازاي نعكس الاشتقاق، وبعدين هنبدا ناخد التكنيكس او طرق التكامل. طيب، يبقى احنا هنا اول ما شفنا لمحنا العلامه دي، علامه التكامل، ودي بالنسبه لاكس. انا بقى بعمل انتجريشن لده اللي يبقى موجود بين الاثنين. يبقى هنا انا بعمل انتجريشن للي موجود في النص ده بالنسبه لاكس، بعمل انتجريشن للي موجود هنا بالنسبه للتي، بعمل انتجريشن للي موجود هنا بالنسبه للاس، ايا كان. يبقى الاثنين دول مع بعض دول هم دول علامه التكامل. تكامل المقدار ده بالنسبة ايه؟ للدالة دي. اتفقنا شباب؟ يبقى هنا أول حاجة اتفقنا عليها اللي أنا علامة دي وبالنسبة للمتغير ده أنا بكامل اللي في النص عشان ما نتلخبطش. امسك اللي في النص ده كده مع بعض هنطلعه وهنعمل له التكامل. يبقى عرفنا إن التكامل عكس الاشتقاق، عرفنا علامة التكامل بالنسبة للي أنت هتكامل بالنسبة له، سواء اكس سواء تي سواء اس، ايا كان الفاريبل اللي احنا بنعمل انتجريشن بالنسبه له. طيب نبدا بقى ناخد كده اي شويه كده قواعد كده بسرعه ونشتغل عليها. اول قاعده احنا لسه قايلينها اللي هي تكامل الدي اكس. احنا هنا بنكامل ايه؟ بنكامل اللي بين العلامه دي والدي دي، يبقى انا بكامل اللي في النص هنا اهو. ايه اللي في النص هنا؟ ده الواحد. يبقى هنا تكامل الواحد انا قلت ده عباره عن اكس، وبخلص المساله بحط ثابت التكامل. طيب القاعده الثانيه بيقول لي والله انت لو عندك تكامل اكس مرفوع لاي اس ان وبتكامل مثلا بالنسبه لاكس، بتزود الاس واحد وبتقسم على الاس الجديد. ما تنساش ما نحط ايه؟ ثابت التكامل. يبقى انا لو بكامل اكس مرفوع الاس ان بنزود الاس ده واحد اهو وبنقسم على الاس الجديد. يعني مثال، لو قلت تكامل اكس دي اكس، ها الاس اللي هنا كام يا شباب؟ الاس اللي هنا اهو اس واحد، يبقى هتزود الاس ده واحد، يبقى اكس سكوير على الاثنين زائد السي. لو قلت تكامل تي اس 4 دي تي، الاس بتاعنا هنا 4، يبقى هنزود الاس 1 يبقى 5، نقسم على الاس الجديد. خلصت، بحط الثابت. طيب ناخد امثله تاني. تكامل جذر اكس دي اكس، الله فين الاكس دي؟ يعني اس كام؟ جذر اكس معناها اكس اس ونص، يبقى محتاج خطوه هبسط فيها اهو الاول. بس بسط، يبقى نزود الاس واحد
ونقسم على الأس الجديد نص واحد واحد ونص، ونقسم على الواحد ونص زائد السي. تكامل واحد على اس تكعيب دي اس. لا انا القاعدة بتقول لي اكس بسط قيمة اهي مفيش كسر، يبقى هنا لازم احولها للصورة بتاعت القانون بالظبط. يبقى اس هرفع دي فوق هتبقى اس ايه سالب 3 دي اس. يبقى في الحالة دي هزود الاس بتاعنا واحد، سالب 3 زائد 1 يبقى سالب 2، واقسم على اللي هيطلع لي زائد السي. يبقى احنا كده الوقت خدنا قاعدتين كده بسرعة، او هي في الاخر تعتبر قاعدة واحدة، لان الواحد ده اللي هو اكس اس ايه الواحد اللي هو ده عبارة عن اكس اس صفر، فهي هي قاعدة واحدة. او عشان الناس بقى بتتلخبط دايما في دي، ان الاولانية دي ان تكامل الدي اكس باكس زائد سي، وتكامل اكس اس ال بزود الاس واحد وبقسم على الاس الجديد. القاعدة رقم 3 دي قاعدة مشتركة زي بينها وبين الدريفت، بينها وبين الاشتقاق. بيقول لو انا عندي التكامل ك في الاف اوف اكس دي اكس، وكي ده ثابت، انا بقدر اطلع الثابت ده بره التكامل. يبقى هنا لو الكي ده ثابت انا بقدر اطلعه بره التكامل. يعني مثلا لو عندي تكامل 5 دي اكس، ما الخمسه ده رقم ممكن اخليها بره اهو. يبقى 5 تكامل دي اكس يعني بيساوي 5 تكامل الدي اكس دي انا عارفها من المره اللي فاتت اهو باكس، خلصت المساله بحط الثابت. تكامل 3 اكس تربيع دي اكس اهو، هطلع التلاتة بره يبقى اكس تربيع دي اكس. ها يبقى دي التلاتة هي اللي بره. تكامل الاكس تربيع بنزود الاس واحد وبنقسم على الاس الجديد، بخلص المسألة بحط الثابت بتاعي، ممكن اشيل التلاتة مع التلاتة. هو انا لازم اعمل كده؟ لا والله، لو هتقدر تعملها بسرعه اعملها. يعني مثلا تكامل 7 اكس تكعيب او اكس اس 5 مثلا ايا كان دي اكس، ادي السبعه اهي بدل ما اطلعها اهي، وامسك الاكس اس 5 اعمل لها التكامل، يبقى اكس اس 6 على 6 زائد اس. ناخد قاعده اللي بعد كده، القاعده اللي هي هنسميها مثلا سي رقم 4، إلا لو أنا عندي تكامل f of x زائد g of x، ده عبارة عن تكامل ال f of x زائد طبعا بالنسبة ل x دي نسيت أكتبها أهو، زائد تكامل g of x dx. وكمان لو هنا طرح هيبقى طرح. والقاعدة دي فيها شبه بينها وبين الاشتقاق برضو، ان الاشتقاق كان بيتوزع على الجمع والطرح، هنا برضو الانتجريشن او التكامل بيتوزع على الجمع والطرح. يعني لو قلت تكامل اكس تربيع ناقص اكس زائد واحد بالنسبة لاكس، طبعا الكلام ده بيساوي بنزود الاس واحد بنقسم على الاس الجديد ناقص الاكس دي هنزود الاس واحد نقسم على الاس الجديد زائد تكامل الواحد بالاكس. المسألة كلها بتاخد ثابت واحد. ها ناخد واحدة كمان، تكامل مثلا 6 اكس ناقص 8 دي اكس. المفروض لو انت هتشتغل على طول اهو الستة بتنزل، تكامل الاكس باكس تربيع على الاثنين ناقص 8 ده ثابت. لو كنت خدت ال 8 بره ثابت اهو زي المساله اللي كنا عاملينها اللي هي دي، بتطلع الخمسه يتفضل ايه 5 بره اهي، وتكامل الواحد بالاكس هنعملها هنا كمان نفس الكلام يا شباب. يبقى ال 8
تبقى 8 اكس. بخلص المسألة بحط ثابت. لو انت حاسس انك مش هتقدر، لا يبقى نعملها واحدة واحدة. ازاي؟ باجي هنا اقول له يبقى ده بيساوي تكامل 6 اكس دي اكس ناقص تكامل 8 دي اكس. انا وزعت التكامل بتاعي على الطرح بيساوي، بطلع الستة بره، ادي اكس دي اكس ناقص، هطلع التمانية بره، ادي دي اكس. يبقى ده بيساوي ستة تكامل الاكس اكس تربيع على الاتنين ناقص تمانية تكامل الدي اكس بيساوي اكس. واخلص المسألة بحط السبب بتاعي. والله عايز تشتغل بالتفصيل ماشي، عايز تشتغل مرة واحدة ماشي، الاتنين صح. هي واحدة واحدة هتلاقي نفسك انت بتعمل الكلام ده كله مع بعض. ناخد مسألة كمان. لو قلت مثلا تكامل ثلاثة اكس تربيع ناقص أربعة على اكس أس خمسة زائد ستة دي اكس، هنا بقى ما تجيش تقول لي هكامل على طول، لا ده احنا محتاجين نبسط. نبسط ليه؟ لان ده مش هعرف اشتغل عليه كده، لكن ممكن اخليه 4 اكس اس ايه سالب 5 وابدا اشتغل بقى التكامل بتاعي. يبقى الثلاثة بتنزل، الاكس تربيع هتبقى اكس تكعيب على الثلاثة ناقص الاربعة هتنزل، اكس اس سالب 5 نزود اس 1 يبقى سالب 4 على سالب 4 زائد الستة، مفيش جنبها اكس، حط الاكس. خلصت المسألة حط الثابت بتاعي. يبقى انا هنا خدت لغاية دلوقتي حبة قواعد بسيطة، ان تكامل الدي اكس باكس، تكامل اكس اس ان بزود الاس واحد بقسم على الاس الجديد، لو في ثابت في التكامل ممكن ارميه بره التكامل مفيش مشكلة، ان التكامل بتاعي بيتوزع على الجمع والطرح. نكمل الأمثلة بتاعتنا يا شباب. لو أنا عندي تكامل x زائد 1 على جذر x دي x، أنا عارف هنا اللي أنا أقدر أوزع البسط ده على المقام، يعني ممكن أقول ده بيساوي تكامل x على جذر x زائد 1 على جذر x. طيب لما اقسم اكس على جذر اكس، تعالى كده ناخدها على جنب، اكس على جذر اكس يعني اكس اس واحد على اكس اس نص، وانا في القسمه بعمل ايه في الاسس؟ بطرح الاسس، يعني ده هيساوي اكس اس نص. يبقى الكلام ده بيساوي تكامل اكس اس نص واحد على جذر اكس دي يبقى زائد اكس اس ايه سالب نص بكامل بالنسبة لإكس، يبقى ده يساوي هنزود الأس واحد للأولانية ونقسم على الأس الجديد ناقص زائد الترم التاني لما زود ناقص نص واحد يبقى نص على نص. بخلص المسألة بحط ثابت التكامل بتاعي. طيب نخش بقى دلوقتي نعكس جدول الدوال المثلثية اللي احنا كنا قاعدين. طيب فاكرين لما كنت بقول عامل جدول كده، كنت بقول هنا f of x وهنا f dash of x، كنت بقول مشتقة الساين بكوزاين، مشتقة الكوزاين x سالب ساين x، مشتقة التان بسك تربيع x، مشتقة الكوتان بسالب كوسك تربيع اكس، مشتقة السك اكس بسك اكس تان اكس، مشتقة الكوسك اكس بسالب كوسك اكس كوتان اكس. الجدول ده جدول الاشتقاق، تعالوا بقى نعكسه في التكامل.
اهو، يبقى تكامل. تكامل كوزين اكس بالنسبة لاكس هيديني ساين اكس، احط السالب. تكامل عكس الوقت، التكامل قاعدة تكامل ساين اكس، شايفين هنا الشرط السالب هنا؟ لا، هوديها الجنب التاني. يبقى تكامل سالب تكامل ساين اكس دي اكس، ده بيديني سالب كوزين اكس، واحط السالب. تكامل السيك تربيع اكس دي اكس، ده بيديني التان. تكامل كوسيك تربيع اكس دي اكس، اهو كوسيك تربيع في اشاره سالبه، كان هو ده الجنب التاني بالظبط، يبقى سالب كوتان اكس. وتكامل السيك اكس تان اكس دي اكس، ده عباره عن السيك. وتكامل الكوسيك اكس كوتان اكس بالنسبه لاكس، ده اللي هو عباره عن سالب الكوسيك. يبقى انا هنا جدول الدوره المثلثيه اللي احنا خدناه في الاشتقاق انا عكسته في التكامل مع شباب، يبقى هنا انا عكست في التكامل، وتنطبق عليها نفس القواعد جمع وطرح زي ما انا كنت ايه شغال من شويه مثال الكلام ده. يعني مثلا لو اديتك مثال قلت لك عايز تكامل جذر اكس زائد كوزين اكس زائد 3 سك تربيع اكس، كل ده بالنسبة للاكس. في حاجة محتاجة تتبسط؟ الحتة الأولانية دي بس اللي محتاجة تتبسط، دي اللي هي اكس اس ايه؟ اس نص. يبقى التكامل ده على طول يا جماعة هيساوي، هزود الأس واحد وأقسم على الأس جي، زائد الكوزاين. هل الكوزاين لها صورة في الجدول؟ تكامل الكوزاين أهو بساين. يبقى نخش كده المسألة بتاعتي، يبقى دي ساين إكس زائد 3 ثابت بنزلها. السيك تربيع، هل السيك تربيع دي لها صورة في الجدول؟ السيك تربيع اهي، ادي صورتها في الجدول. يبقى السيك تربيع التكامل بتاعها بايه؟ بتان. خلصت المسألة بتاعتي؟ بحط الثابت. بخلص بحط الثابت. مسألة كمان، تكامل واحد على اتنين جذر اكس ناقص 3 كوزين اكس زائد 2 سيك اكس تان اكس، كل ده بالنسبة لاكس. في حاجة محتاجة تتبسط؟ شباب الترم الاولاني ده محتاج يتبسط. في ناس بتعمل مصيبة بتقوم مبسط ده وتكمل ده، غلط. يا اما خطوة اعملها تبسيط يا اما خطوة تكامل. فانا هعمل معلش اول خطوة هبسط الكلام ده. يعني الوقت تكامل، ها وناس تقول لي ارفع الاثنين فوق، الاثنين ما بتترفعش، الاثنين دي ملهاش دعوه، انا برفع الاكس. يبقى الاكس دي تبقى اس سالب نص ناقص 3 كوزين اكس زائد 2 سيك اكس تان اكس دي اكس. يبقى ده بيساوي ادي نص، هزود الاس واحد يبقى نص على نص ناقص 3 ثابت بينزل، الكوزاين لها صورة في الجدول؟ اللي هي الساين. زائد 2، هل السكتان لها صورة في الجدول؟ اللي هي السك. خلصت المسألة؟ بحط السك. الكوزاين قدامنا و تكامل السكتان اهوت برضو قدامنا، ده اللي انا خدتهم
معايا في المسألة اللي فاتت. ناخد كمان مسألة بس ممكن تبقى مبهمة شوية مش باينة. تكامل ساين اكس على كوزاين تربيع اكس دي اكس. فين يا عم اللي انت بتقوله؟ فين اللي في الجدول؟ انا ما عنديش في الجدول خالص ساين على كوزاين تربيع. طيب بس ممكن استخدم الخواص بتاع الدوال المثلثيه، ممكن اعملها هنا كوزاين تربيع هخليها كوزاين وكوزاين مضروبين في بعضهم في المقام، وهنا واحد وهنا الساين. الله، فالمسألة بتاعتي اتحولت. مقلوب الكوزين ده اللي هو السك، والساين على الكوزين دي اللي هي التان، وتكامل السك تان ده عبارة عن سك اكس زائد السي. شوية كده يعني، ان شاء الله ممكن النهاردة او المرة الجاية هتشوف دي بتتحل بطريقة تانية. هتلاقوا مسائل كتير معانا بنحلها بطريقة النهاردة، ممكن المرات الجاية بتحل بطريقة تانية خالص، ما فيهاش مشكلة. طيب يبقى احنا هنا بدأنا ناقص القوانين البسيطة اللي هي بتاعت الاكس اس ان، ازود اس واحد واقسم على الاس الجديد، الاكس ايه سوري تكامل الدي اكس او تكامل الواحد اللي هو اكس زائد سي، التكامل بتوزع على الجمع والطرح، جدول الدوال المثلثية اللي قدامنا انا عكسته اللي خدته في التفاضل انا عكسته في التكامل. هنتكلم دلوقتي على موضوع تاني مهم جدا لانه هيفتح لنا حاجات كتير في التكامل، اللي هو انتجريشن باي سبستيتيوشن او اللي هو التكامل بالتعويض. التكامل بالتعويض فكرته بسيطه، اللي انت بتبقى القانون ده شبه قانون معين او انت عايز توصله لقانون معين، فبتاخد تعويضه تحل لك المشكله. تعالوا مع بعض نشوف مثال واثنين وثلاثه لغايه لما نفهم التكامل ده بيتعمل ازاي. بقول لو انا عندي تكامل اكس تربيع زائد واحد كل اس ثلاثة مضروب في اتنين اكس دي اكس. انا من شوية خدت القاعدة اللي هي بتاعت اكس اس ان، بزود الاس واحد واقسم على الاس الجديد. اهي اللي هي القاعدة رقم اتنين. لو انا مكان الاكس دي خليتها يو اس ان دي يو، يبقى يو اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. خليتها في مكان الاكس مش هتفرق. تعالوا بقى نبص اللي انا هعمله هنا في المسألة بتاعتي. هقول له هنا بفرض ان اليو بتاعتي عبارة عن اكس تربيع زائد واحد، خدت اللي جوه القوس ده، يبقى انت هتحول المسألة كلها بدل ما كانت مسألة في الاكس هتبقى مسألة في اليو. هنحول المسألة بتاعتنا بعد ما كانت مسألة في الاكس هتبقى مسألة في اليو. طيب بس يبقى انت لازم تخلص من الدي اكس دي كمان، يبقى هتبدأ تفاضل. يبقى الدي يو هيساوي، انا فاضلت ده مشتقة الاكس سكوير، يبقى 2 اكس دي اكس. يبقى تعالوا كده نشيل كل حاجة ونحط قيمتها. عندي هنا تكامل اكس تربيع زائد واحد اس تلاتة في اتنين اكس دي اكس هيساوي تكامل ده انا اخده مسميه ايه؟ يو، يبقى يو اس تلاتة. هشيل اتنين اكس دي اكس دي اهي واحط قيمتها دي يو. الله، ما دي القاعده اللي بتاعتنا الاولانيه اكس اس ان دي اكس يو اس ان دي يو، يبقى بنزود الاس واحد اربعه ونقسم على الاس الجديد زائد اس. لو سمحت المساله ما خلصتش، ما بقاش انا مديك المساله بالاكس وانت تطلع لي الناتج باليو. انت عندك اليو بيساوي كام؟ اكس تربيع زائد واحد، يبقى ده على طول
بيساوي اكس تربيع زائد واحد أس أربعة على الأربعة زائد السي. يبقى فكرة التكامل بالتعويض إنك ده شبه قانون عندك وأنت بتحاول توصل له. طبعا شوية كده هناخد قانون هيحل لنا دي من خطوة واحدة. ناخد مثال كمان. تكامل ساين تكعيب اكس كوزاين اكس دي اكس. طبعا هنا انا ما عنديش في الجدول، شفت اول ما شفت داله مثلثيه ايه بدات افكر في ايه، في الجدول. الجدول هل الجدول فيه شكل زي ده؟ هل في الجدول اقدر اوصل للشكل ده زي المساله بتاعت السيكوت اللي انا عملتها من شويه؟ طبعا لا. طب ما تيجي ناخد تعويضه كده وانا شايف الاس 3 ده ممكن يبقى ايه اديني اللي هي الداله اللي هي الاس ان. طيب يبقى هنعمل ايه؟ هقول له هنا بفرض زد بتساوي ساين اكس، يبقى انت هتحول المساله كلها للزد، يبقى الدي زد هتساوي كام؟ مشتقه الساين كوزاين اكس دي اكس. يبقى لما اجي عندي المساله بتاعتي اهي، تكامل ساين تكعيب اكس كوزاين اكس دي اكس هيساوي، اشيل الساين واحط قيمتها وما انساش الاس ولا علامه التكامل. كوزاين اكس دي اكس اهي بتساوي ايه؟ دي زد. يبقى ده هيساوي زد اس 3 دي زد، يبقى زد اس 4 على الاربعه زائد السي. بخلص المساله بقوم حاطط قيمه الزد اللي انا عوضت بيها، يبقى التكامل ده هيساوي ساين اس 4 اكس على الاربعه زائد السي. طيب هو انا بقى مطلوب مني في كل مساله من المسائل دي ان انا امشي نفس الخطوات؟ قال لي لا، تعالى ناخد بقى ايه قانون جديد اللي هو قانون رقم 5. بيقول لي ايه قانون رقم 5؟ بيقول لي والله لو انت عندك اي داله في اكس مرفوعه الاس ان لازم تدور على مشتقه اللي جوه القوس، والله لو لقيته زود الاس ده واحد واقسم على الاس الجديد. يعني لو لقيت قوس مرفوع الاس ان ومشتقه اللي جوه القوس يبقى الناتج ده، ادي الاف اوف اكس اهي، بزود الاس واحد وبقسم على الاس الجديد زائد السي. تعالوا نشوف ده في المسألتين اللي احنا اشتغلنا عليهم من شويه. المسألة الأولانية كانت بتقول لي إيه؟ تكامل اكس تربيع زائد واحد كل اس 3 في 2 اكس دي اكس. ها فين القوس اللي مرفوع الاس؟ ادي القوس اهو ومرفوع الاس 3. طيب مشتقة اللي جوه القوس ده بكام؟ ب 2 اكس اهي. يبقى على طول ده بيساوي هنزود الاس واحد يبقى اس 4 على الاربعة زائد سي. دايما الناس تسألني هي ال 2 اكس دي راحت فين؟ هقول له ده بالظبط عامله زي انت مروح بيتك وبتاخد تاكسي، التاكسي وصلك لغايه البيت اللي هو القانون، كتر الف خير ومع السلامه، انا كده وصلت للناتج. يبقى هنا لو لقيت قوس مرفوع لاس زي اللي قدامنا ده بتدور على مشتقه اللي جوه القوس وبتزود الاس واحد تقسم على الاس الجديد. المسألة اللي أنا خدتها من شوية كمان اللي هي كانت تكامل ساين تكعيب اكس كوزاين اكس دي اكس. يبقى هنا الساين ادي الدالة بتاعتي وادي الأس، أنت مالكش دعوة بالأس ده خالص دلوقتي، أنت أهم حاجة عندك الدالة. مشتقة الساين كوزاين موجودة، موجود مشتقة اللي جوه القوس، يبقى هنزود الأس واحد ونقسم على الأس الجديد زائد السي.
طبعا هنا انا ممكن نفضل نشتغل على القانون ده مسائل للصبح. تعالوا نلعب بقى في شويه، اللي هو قوس مرفوع لاس في مشتقات اللي جوه القوس، لو لقيتهم يبقى زود الاس واحد واقسم على الاس الجديد. يعني مثلا لو انا عندي تكامل مثلا ساين اكس على الجذر كوزاين اكس دي اكس هيساوي ما الكوزاين ده ممكن ارفعها فوق بأس سالب نص، وادي الساين اكس زي ما هي دي اكس. انا عندي اهو قوس مرفوع لاس جوه القوس اللي هو الكوزاين، مشتقة الكوزاين بسالب ساين. وقعنا في مشكلة هنا، انا ما عنديش غير ساين بس. قال لك لا، انت التكامل ده في ميزة ان انت ممكن تضرب في ارقام واشارات جوه وبره زي ما انت عايز، لكن في متغير ما تقدرش تضرب جوه وبره في متغير، لكن في ارقام او اشارات براحتك زي ما تحب. فانا محتاج انا اشاره سالب او محتاج اضرب في سالب واحد، فهضرب هنا في سالب، ضرب اهو في سالب وبره في سالب، ما عملتش حاجه، سالب جوه وسالب بره، ضرب بقى قوس مرفوع لاس، وصلت المشتقة اللي جوه القوس اللي هو السالب ساين، يبقى على طول ماليش دعوه السالب اللي بره هتنزل، وبنزود الاس واحد وبنقسم على الاس الجديد زائد اس. ناخد مثال تاني يوضح برضو الفكره بتاعت الضرب دي. تكامل اكس تكعيب زائد 2 كل اس 5 اكس تربيع دي اكس. ها مشتقة اللي جوه القوس بكام؟ 3 اكس تربيع، ده المشتقة اللي جوه، بس انت عندك هنا ايه؟ اكس تربيع بس، يبقى ناقص لها ايه؟ التلاتة. فبتضرب هنا في 3 وبتقسم بره على 3. ما عملتش حاجة، 3 على 3 بواحد، ما غيرتش المسألة. يبقى هنا بقى قوس مرفوع لاس 5، ولقيت مشتقة اللي جوه القوس، يبقى ده بيساوي، ما تنساش التلت اللي بره اهو. التكامل بقى بيساوي ايه؟ التكامل بتاعنا بيساوي اللي انا هزود الاس واحد وبقسم على الاس الجديد زائد سي. طيب 3 اكس تربيع دي راحت فين؟ دي التاكسي اللي وصلني للمساله، كتر الف خير ومش عايز منه اي حاجه ثانيه. ناخد مساله كمان. تكامل واحد على اكس، او خليها هنا لين اكس على الاكس دي اكس. قوس مرفوع لاس، هو فين القوس مرفوع لاس؟ هو لين اكس مشتقتها كانت بيساوي كام؟ في ناس بتقول لي واحد على الاكس. طيب كده ما تيجي تاخد دي كده على جنب كده، ادي لين اكس وادي واحد على الاكس دي اكس، ما عملتش حاجه. ادي مشتقة اللين موجودة، يبقى اللين ده هو القوس اللي مرفوع لأس، بس مرفوع لأس كام؟ واحد. يبقى على طول الناتج بتاعي قوس مرفوع لأس اهو، مشتقة اللي جوه القوس اهو، سوري اهي، مشتقة اللي جوه القوس اللي هو ده، يبقى ده هيساوي، هنزود الأس واحد ونقسم على الأس الجديد زائد السي. يبقى القاعدة بتاعتي قوس مرفوع لأس مشتقة اللي جوه القوس، بزود الأس واحد وبقسم على الأس الجديد. طيب لو قلت برضو تكامل اكس تربيع زائد واحد وكل تربيع دي اكس. ادي القوس اهو، مشتقة اللي جوه القوس ده 2 اكس. واحد يقول لي هضرب في 2 اكس واقسم بره على 2 اكس، الكلام ده كله طبعا غلط، لان ما ينفعش اضرب في متغير جوه وبره. طب هعمل ايه؟ قال لي بسيط، تعالى كده، تكامل اكس تربيع زائد واحد الكل تربيع دي اكس. دي ملهاش حل بالقاعده اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، لكن ممكن ابدا افك التربيع ده. انا عارف ان التربيع ده بيتفك، الاول تربيع الثاني تربيع، الاول في الثاني في 2، فك التربيع عادي خالص. بقى ده القاعدة الأولانية اللي أنا كنت شغال عليها.
اللي هي اكس اس ان، يبقى هنزود الاس واحد نقسم على الاس جديد، وتكامل الواحد بالاكس، ادي الاثنين ثابت، هنزود الاس بتاع الاثنين ده واحد يبقى 3 ونقسم على الاس جديد. خلصت المسألة. بحط الثابت. يبقى دلوقتي اتكلمنا على التكامل بالتعويض، خلاص هو سهل لي المسألة، انا ممكن خدت قانون هو بتاع الاكس اس ان بشتغل عليه. طب هو التكامل بالتعويض ده حل لي المشكلة دي بس؟ لا، ده بيحل لي مشاكل كتير. يعني مثلا نفترض ان انا عندي تكامل ساين 3 اكس دي اكس، انا القانون اللي انا خدته من شويه ما كانش فيه ساين 3 اكس، كان ساين اكس. طب هعمل ايه؟ قال لك خلاص اتعامل مع ال 3 اكس دي انها متغير، او خدها تعويضه. يبقى هاخد اليو اللي هو عباره عن ال 3 اكس. طيب بعدين قال لي يبقى لازم تفاضل، يبقى الديو بيساوي كام؟ 3 دي اكس. يبقى الدي اكس دي وحدها هتساوي كام؟ تلت ديو. يبقى المسألة بتاعتي دي اللي هي تكامل ساين 3 اكس دي اكس هيساوي تكامل ساين، ها اشيل ال 3 اكس دي واحط ايه؟ شاطرين، يو. والدي اكس هشيلها واحط قيمتها اللي هي كام؟ تلت ديو. يبقى ده بيساوي، ادي التلت ثابت بيطلع بره التكامل، ساين يو ديو زي ساين اكس دي اكس. من الجدول ده بيساوي سالب كوزاين، يبقى الواحد على التلاته بره اهو، سالب كوزاين يو زائد السي. بس انا اليو بتاعتي بكام؟ اليو بتاعتي ب3 اكس، يبقى سالب تلت كوزاين 3 اكس زائد السي. طيب هو انا برضو كل مره لازم امشي الكلام ده؟ قال لك لا، تعالوا ناخد جدول يحل لي مشكله الجدول المثلثيه اللي انا شفتها في الجدول الاولاني. الجدول بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انت عندك تكامل، ها كوزين يو في الدي يو، اي زاويه تدور على المشتقتها، ده بيديني سالب سوري ساين يو زائد سي، واليو دي عباره عن اي داله في اكس، هنسميها مثلا جي اوف اكس. يبقى هنا انت بتدور على مشتقه الزاويه، والله لو لقيت مشتقه الزاويه خلاص يديك القانون اللي هو ايه؟ الكوزين يديك ساين، يعني تكامل ساين يو ديو بيساوي سالب كوزين يو تكامل سك تربيع يو ديو، ده بيديني تان يو تكامل كوسك تربيع يو ديو بيديني سالب كوتان يو تكامل السك يو تان يو دي يو، ده بيديني سك يو تكامل الكوسيك يو كوتان يو دي يو، ده اللي هو سالب كوسيك يو. يبقى هنا اي دالة مثلثية من اللي موجودة في الجدول اللي قدامنا ده اللي هم الستة دول، او ممكن بعد شوية هتلاقيهم بقوا 10، اي صورة صيغة من دول او لما الجدول يكمل انت محتاج مشتقة الزاوية، محتاج مشتقة الزاوية. قوس مرفوع لأس محتاج مشتقة اللي جوه القوس، الدوال المثلثية اللي في الجدول محتاج مشتقة الزاوية. يعني ناخد مثال تكامل سك تربيع جذر اكس على جذر اكس دي اكس. ما تتخضش بالجذر اللي انت شايفه، هل السك تربيع لها صورة في الجدول؟ يبقى على طول ده بيساوي تكامل سك تربيع جذر اكس، والجذر اكس اللي تحت ده هاته على جنب كده، امسك بقى الزاويه دي اعمل لها اشتقاق، مشتق الجذر اكس ده بكام؟ بواحد على اتنين جذر اكس. الله، طب ما انت عندك جذر واحد على جذر اكس موجود، يبقى انا بس مش محتاج هنا غير اتنين تحت،
يبقى هضرب في 2 فوق، يبقى ده بيساوي على طول ادي الاثنين اللي بره، ومن الجدول السيكتر بي اهي الانتجريشن بتاعها بيديني التاني، يبقى تان نفس الزاويه وبحط الثابت. طبعا الزاويه ما بتتغيرش ولا في التفاضل ولا في التكامل، الزاويه بتاعتنا ما بتتغيرش. تكامل كوسيك اي اس 5 اكس كوتان اي اس 5 اكس اي اس 5 اكس دي اكس. الكلكعه اللي انا كاتبها دي مالكش دعوه، انت اهم حاجه عندك ان انت شايف الكوسيك كوتان دي زاويه مالهاش دعوه، انا اهم حاجه الكوسيك كوتان. هل لها صوره في الجدول؟ الكوسيك كوتان اهو. يبقى انت هنا تبدا تدور على مشتقه الزاويه، الزاويه بتاعتي دي اي اس 5 اكس لما تيجي تعمل لها اشتقاق بتنزل زي ما هي، ومشتقه الاس اللي هو بخمسه. طيب انا هنا عندي اي اس 5 اكس، يبقى كل الناقص هضرب هنا في 5 وبقسم بره على ايه؟ على ال 5. يبقى ده هيساوي 1 على 5 اللي هو بره، الكوسيك كوتان من الجدول بيديني سالب كوسيك، يبقى السالب كوسيك الزاويه طبعا ما بتتغيرش زائد السي. يبقى الدوال المثلثيه يا جماعه انا بدور على مشتقه الزاويه. لو حبيت تنزل المحاضره اللي احنا شرحناها النهارده بي دي اف، كل اللي عليك انك هتدخل على الموقع بتاعي، اللينك بتاعه هيبقى ان شاء الله موجود اسفل الفيديو. هتدخل على الكتب والمنشورات، هتدوس عليها، هتدخل عليها يفتح لك صفحه بالشكل ده، كل ما عليك انك هتدوس تحميل فتقدر تحمل المحاضره بتاعتك اللي احنا شرحناها. وبكده نكون انتهينا من محاضرتنا النهاردة، كان معكم دكتور محمد عوض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.